الكلام اللي انتوا سمعتوه من بيتسو موسيماني خاصة بين الشوطين هو اللي عرفك الشخصية جت منين، ويعرفك حرص النادي الأهلي على انه يتعامل مع المباراة ازاي، وعرفك الراجل قرى المباراة ازاي وتعامل معاها ازاي. طيب عندي شوية صور وفيديوهات من الحاجات بتفرح القلب، يعني في حاجات كده بتبسطني. يعني الفيديو ده لربطة مشجعي النادي الأهلي اللي كانوا بيتفرجوا ويتابعوا ماتش الأهلي في غزة مع مهندسين الإعمار المصريين يا جماله المتواجدين في غزة في فلسطين الشقيقة. لو عندنا شوية يعني لو عندنا صوت ما تسمعونا يا جماعة. لا طب يلا خلينا نسمع. الأهلي مشجعينه في كل مكان وفي كل حتة، وأجواء الفرحة بالانتصار والمكسب مش بس بتبقى في القاهرة ومش بس بتبقى موجودة عندنا هنا في مصر، إنما الحقيقة برضو في كل حتة. وأديكوا شايفين أهو بصور وفيديوهات مختلفة رابطة مشجعي النادي الأهلي في غزة ومعاهم المهندسين والعمال المصريين اللي موجودين في المسؤولية الكبيرة جدا جدا والمحترمة واللي بتعكس الدور المصري العظيم الإقليمي اللي بقى فيه الفترة الأخيرة، وتلاحم في كل حاجة، تلاحم في الرياضة وتلاحم على كل النواحي. من الصور ومن الفيديوهات اللي تحب تتفرج عليها وتحب تشوفها وتحب تشوف التلاحم ده، زي ما انتم شايفين علم مصر جنبه علم فلسطين جنبه علم النادي الأهلي، والتشجيع والحب والكورة وحالة التآلف اللي انت دايما بتشوفها من الحاجات اللي بتبسطك ومن اللقطات اللي تحب انك تعلق عليها، وانت فخور بده وفخور بأي حاجة بتقرب مصر بشكل كبير اللي احنا شايفينه الحقيقة من الوطن العربي، واحنا على كل الأصعدة قريبين جدا والأدوار أصبحت واضحة. وبفضل الله بفضل الله مصر الكبيرة قادرة دايما على الاحتواء، وقادرة دايما ان هي تبقى موجودة في المواقف الصعبة وفي المواقف القوية. مرة تانية ومرة تالتة ببارك لجمهور النادي الاهلي، للعيبة النادي الاهلي، لمجلس ادارة النادي الاهلي هذا المكسب اليوم، اليوم واليوم فقط، وما زال هناك في الامر 90 دقيقة مقبلة مش سهلة وما اتحسمتش، بس النهاردة من حق الناس تفرح.